أستاذ محمد، يعني تراشق إعلامي واتهامات متبادلة وضعت فلسطين الآن على صفيح ساخن. السؤال الذي يلوح في الأفق الآن، يعني ما حدث هو ذريعة من أجل عرقلة استكمال المصالحة الفلسطينية كما يرى الكثير بعد حدوث هذه الأزمة تحديدا؟ الحقيقة سيدتي، وبغض النظر عن ملابسات ما حدث، أنا أتصور أن الجميع من منطلق المسؤولية الآن، لا سيما وأن الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة محبطة إحباطا شديدا، وكلا الطرفين سوف يخسران كثيرا إذا لا سمح الله يعني استمر في تبادل هذه الاتهامات وصولا إلى تنفيض اليد بالمطلق من مسار المصالحة. أنا أتصور انه ما هو مهم الان، الحادث الذي حدث منذ 10 ايام، اتصور انه وضع بغض النظر عن ملابسات ما حدث، وضع حماس في مرمى الاتهام، لانه الاجهزه الامنيه لحماس تسيطر على الاوضاع، تسيطر على الموقف على الارض، ومن ثم انا اتصور انه حماس معنيه بتبديد هذه الشكوك والاتهامات بقبولها بلجنة تحقيق وطنية محايدة للإعلان عن نتائج. يعني أفهم من حديثك أستاذ محمد أنك تعول على حركة حماس في تبرير هذا الموقف وتقديم كل الأدلة والبراهين. شوفي سيدتي، يعني هناك مسؤولية وطنية يجب أن يتحلى بها الطرفين، لكن أتصور أن الكرة ملقاة أكثر في ملعب الأشقاء في حركة حماس. ربما على حماس أن تسارع بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق وطنية فصائلية محايدة يلعب فيها الطرف المصري الراعي لهذه المصالحة دورا مركزيا. الأمر الآخر ما هو أهم، وهذا ما هو أهم، أنه ما حدث الحقيقة يلفت النظر إلى مركزية ملف الأمن وأولوية ملف الأمن، بمعنى أنه منذ توقيع الاتفاق المصالحة في أكتوبر الماضي هناك تفسيرات متناقضة لما يسمى بملف تمكين الحكومة. بدأنا بالصلاحيات المدنية، لكن هذا الحادث أعاد لفت الأنظار إلى مركزية ملف الأمن، وبالتالي أنا أتصور من منطلق المسؤولية الوطنية ما فيش أي مشكلة أبدا في أنه يتوافق الطرفين على تغيير جدول الأولويات فيما يتعلق بملف تمكين الحكومة، وأن نسارع إلى فتح ملف الأمن. وطالما أن الإخوة في حماس قد قرروا كما يقولون تمكين الحكومة، حكومة التوافق الوطني من كل شيء في القطاع، فلا داعي لأن نتأخر كثيرا فيما يتعلق بملف الأمن. وأسارع وأؤكد، لا أحد هنا يتحدث عن سلاح الأجنحة العسكرية للفصائل، لأن هذه مسألة ليست مسألة أمنية فقط، وإنما مسألة سياسية، وإنما نتحدث عن سلاح الأجهزة الأمنية. ولكن ما فيش أي معنى الحقيقة للحديث عن تمكين الحكومة دون تمكينها من أن تكون هناك أجهزة أمنية واحدة تسيطر على قطاع غزة. الأمر الآخر، أنا أتصور في كل الأحوال من منطلق أن نتحلى جميعا بالمسؤولية، لأن هناك هجوما إسرائيليا بالتنسيق مع حكومة أمريكية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لأن منهي من المشروع الوطني الفلسطيني. أنا أتصور أنه السؤال هنا منطقي، يعني إن لم تتنازل بعض النخب الفلسطينية عن بعض مصالحها لصالح مصلحة القضية والشعب. ولكن أستاذ محمد، توفرت في هذه المصالحة الفلسطينية عن مثيلاتها بأن كان هناك يعني حسن نواه بشكل كبير من قبل الطرفين، وكان أيضا من قبل حماس، ولكن يعني لابد أن نتحدث عن أنه لابد من إصلاح البيت من الداخل، ولابد أن يكون هناك يعني إتمام لهذه المصالحة الفلسطينية ومحاولات أخرى من قبل حماس لأن يكون هناك إبراز لحسن النوايا حتى نستكمل المصالحة الفلسطينية ونصلح البيت من الداخل. نشكر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الفلسطينية بالأهرام الأستاذ محمد جمعة، نشكرك جزيل الشكر.